النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله مساءكم بكل خير متابعين ومتابعي طقس العرب في الأردن. انتهى تأثير المنخفض الجوي نهار اليوم وسادت أجواء مستقرة ومشمسة في عموم مناطق المملكة. غابت الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية التي عبرت في أقصى جنوب المملكة. هذه الأجواء المستقرة يتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة، لكن خلال هذا الاستقرار يتوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير وملموس خاصة خلال ساعات الليل، ليكون الطقس مستقر، لكن هناك فرصة لتشكل الجليد والانجماد وهبوب الرياح الشرقية مجددا اعتبارا من يوم الجمعة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية التي عبرت هنا في أقصى جنوب المملكة، هي عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية. ننتقل الآن ونتحدث عن درجات الحرارة المتوقعة. هذه الخريطة لدرجات الحرارة السطحية المتوقعة يومي الخميس والجمعة. هذه درجات الحرارة المتوقعة خلال ظهر يوم الخميس، لاحظوا كيف تنخفض خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة. درجات الحرارة تقريبا تلامس الصفر المئوي في مناطق واسعة، لذلك يتوقع أن يتجدد تشكل الجليد والصقيع والانجماد في عموم مناطق المملكة. تعود درجات الحرارة للارتفاع قليلا خلال ساعات يوم الجمعة مع بقاء الطقس بارد، لكن تعود وتنخفض مجددا بشكل كبير خلال ساعات الليل من ليل الجمعة على السبت، لتكون حول الصفر المئوي ويتجدد من جديد تشكل الصقيع والجليد والانجماد في أغلب مناطق المملكة. نتحدث الآن عن الرياح الشرقية المتوقع أن تتجدد ويتجدد هبوبها على المملكة، حيث يوم الخميس تكون الأجواء أو الرياح تقريبا هادئة، لكن اعتبارا من يوم الجمعة يمتد أو يتعمق المرتفع الجوي السيبيري من العراق وسوريا باتجاه شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام، ويتجدد هبوب الرياح الجنوبية الشرقية والشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة خلال يومي الجمعة والسبت بإذن الله. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس بارد جدا، درجة واحدة فقط الملموسة، 3 درجات مئوية تحت الصفر، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة يستمر الطقس مستقر لكن بارد بشكل كبير خاصة خلال ساعات الليل. يوم الجمعة 8 إلى 2 نفس الحرارة والأجواء يوم السبت، محبوب للرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة. أما يوم الأحد ترتفع قليلا مع بقائها باردة، 10 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 3 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.